كان السليم في ابعاد كره الواحد صفر في امور تاتي لقطر. سفري يلعب كره للقائم الثاني. جول جول قطراوي. الملك يعود، الملك يسجل قطر بواحد صفر. جاء الخطر من قطر وجاء الواحد صفر. واحد لا شيء، حلوة كانت الكرة. شوف ملعوبة وشوف سيباستيان. الله يا سيباستيان، الله يا سيباستيان على ارتقاء وعلى الثقة وعلى التسجيل. واحد لا شيء، حلوة حلوة الكرة وحلوة الارتقاء وحلوة المتابعة. شوف شوف طلع لها بشكل سليم وواحد لا شيء. قطر واحد سيباستيان هدف ثاني شخصي بعد هدف الشحنية. اي نعم هو اضاع ركلة جزاء ولكن سجل، وسيباستيان الان يسجل بالواحد صفر. سيباستيان اللي انضم لجوليو، انضم لجوليو في الكرة الماضية ونتابع الكرة الثابتة. الخور ماديسون، ماديسون جول جول يا ماديسون. بنفس زاويتك يا رميحي، بنفس الزاوية رميحي تأتي كرة ماديسون. يأتي منها خبر سعيد، خبر سعيد لفريق الخور، وماديسون يأتي بهدف التعديل. شوف ماديسون فور ماجيني، شوف الكرة الرائعة يا ماديسون، الهدف الرائع راح نتحدث عنه ونحدث عن روعته بهدف مقابل هدف. إذن بتعادل يأتي من ماديسون. شوف الكرة الرائعة على يمين الرميحي، هدف رائع مرت مع الدقيقة رقم 63. إذن يأتي فريق الخور بهدف التعادل عن طريق لاعبه ماديسون. اللعب كوقت بدل ضايع كما يشير حكم اللقاء، ولنلعب من خلالها. دقيقة ونصف متبقية. الخور هل يقلب الطاولة ويقلب النتيجة؟ ماديسون يلعب كرة خطيرة، تعدي جو 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 جو. قلبوها، سجلوها. الخور يأتي بالهدف الثاني. جول رائع كانت، نتيجة رائعة كانت في الوقت اللي يبحث فيه فريق قطر عن هدف ثاني. يأتي محمد جمعة، يسجل محمد جمعة. محمد جمعة يأتي بالهدف الثاني، وهدف يأتي بالرمق الأخير مع الدقيقة 92 من أصل 3 دقائق. شوف محمد جمعة وشوف التسديدة تأتي في مرمى رميحي. 2 الخور 1 قطر. قلبوا